هل نظام التعليم الحالي في مصر من الممكن أن يؤدي إلى نفس تلك النتائج في الأعوام القادمة؟ يعني أنا ما أقدرش أحكم على نظام التعليم الحالي، لأن أنا عارفة أن في برنامج إصلاحي كبير جدا لتطوير التعليم، وفي شغل بيتعمل على تطوير المناهج وتطوير التعليم، فأنا مش في مكان أقدر أحكم منه، حتى أولادي خلصوا تعليم من زمان. دلوقتي حضرتك يعني موجودة برا وبتشوفي نماذج من هؤلاء المصريين، هل مصر بتقدر يعني تستفيد من المصريين الموجودين بالخارج كما يجب أن يكون؟ هقول لحضرتك، يعني في السنوات الماضية كلنا شاهدنا مجموعة من المؤتمرات اللي بتنظمها وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، وبتشرف عليها وكانت صاحبة فكرتها الوزيرة نبيلة مكرم، مجموعة مؤتمرات مصر تستطيع. فكان في مصر تستطيع بالاستثمار، ومصر تستطيع بالتعليم، ومصر تستطيع بالصناعة أظن، ومصر تستطيع بالمرأة أظن. فكل سنة بيبقى في محاولة لجذب المصريين المتواجدين في الخارج، ويعني تشجيعهم وحثهم على العودة لتقديم علمهم وخبراتهم في بعض المجالات المختلفة. وشفنا الحقيقة مجهود كبير بيتعمل ده، أيضا في مجهود كبير بيتعمل في ربط الجيل الثاني والثالث. أيوة. من خلال المبادرات زي اتكلم عربي وغيرها من المبادرات. أنا شخصيا كانت بتجيلي مجموعات من الجيل الثاني والثالث مع الوزيرة نبيلة علشان يزوروا وزارة التضامن، علشان يطلعوا على عمل الجمعيات الأهلية، عشان يزوروا معرض الحرف اليدوية وغيره. ففي جهود بتتعمل في هذا المجال. طيب، بمناسبة وزارة التضامن الاجتماعي، وحضرتك توليتي هذه الوزارة لفترة من الفترات، عايز أسأل حضرتك، لأنه دايما بيحصل خلط معين في ذهن معظم الناس عن الجمعيات الخيرية من ناحية ومنظمات المجتمع المدني من ناحية أخرى، إيه الفرق بين الاثنين مبدئيا؟ يعني منظمات المجتمع المدني، كلمة المجتمع المدني دي تعبير أشمل وأوسع، وبيشمل أنواع مختلفة من الجمعيات الأهلية والمؤسسات التنموية، وفي دول كثيرة أيضا بيعتبروا أنه كل ما هو غير حكومي هو يقع تحت مظلة المجتمع المدني. في منظمات أجنبية، وفي مؤسسات، وفي جمعيات خيرية، وفي جمعيات بتشتغل مثلا في مجالات محددة، وفي جمعيات تنمية مجتمع محلي. الجمعيات الخيرية نعتبرها من ضمن منظمات المجتمع المدني؟ بالتأكيد بالتأكيد، الجمعيات الخيرية أحد أنواع منظمات المجتمع المدني، ويمكن القانون بيعرف وبيشرح الفرق بين المؤسسة وبين الجمعية وهكذا. ولكن في كلمة المجتمع المدني هي مظلة شاملة بتشمل كل أنواع المنظمات غير الحكومية اللي بتقدم خدمات غير هادفة للربح. قد تكون جمعية تنمية مجتمع محلي بتشتغل على تنمية قرية، قد تكون جمعية معنية بقطاع معين بتشتغل في مجال الصحة مثلا، بتعمل مستشفى زي مستشفى سرطان الأطفال، أو بتعمل مدرسة، أو حتى بتنشئ جامعة. وقد تكون عندها أهداف تنموية متعددة وأغراض تنموية متعددة زي الجمعيات الكبرى في مصر. مصر فيها مجموعة من الجمعيات الكبرى والمؤسسات المجتمع المدني اللي بتقدم خدمات عظيمة، وشايفين ليها دور بيتكامل مع دور الدولة في مشروع زي حياة كريمة مثلا. يعني هي طبعا وجودها في أي مجتمع مهم جدا جدا. كيف نشجع وجود تلك المنظمات؟ هقول لحضرتك كيف نشجعها. نشجعها أولا بالإطار التشريعي المناسب، وده مصر اشتغلت عليه وعملت قانون للجمعيات أصدرناه، وأنا فخورة أني شاركت فيه صياغته في 2019، بأن هي بتسمح بإطار تشريعي يشجع وجاذب للمجتمع المدني، بيحميه وبينظم شغله وبيعرف يراقبه، وفي نفس الوقت لا يكبله. فمسألة التنظيم التشريعي في أي دولة مهمة جدا. الحاجة الثانية التمويل، إن أنا أسمح بالتمويل لمثلا إنه الشركات والقطاع الخاص أشجعه إنه يدي تمويل معفي من الضرائب لهذه الجمعيات والمؤسسات. الحاجة الثالثة إن أنا أشركه في خطط التنمية، وده مصر بتشرك منظمات المجتمع المدني في خطة 2030، وأيضا في برنامج زي مبادرة حياة كريمة. المجتمع المدني ليه دور كبير جدا، حتى الاحتفاء السياسي ومن قيادات الدولة بالمجتمع المدني بيدي إشارات إيجابية وبيشجع. من الحاجات المهمة كمان إنه من أيام من المدرسة، يعني من فترة المدرسة يكون في تشجيع للأبناء على خدمة المجتمع وعلى المساهمة في رد الجميل للدولة وللمجتمع وللبلد.
فبالتالي انا اول نشاط مجتمعي عملته كان وانا في الاعداديه، وكانت مدرستنا بتنظم لنا زيارات لمؤسسه الجذام، وكان بنروح علشان نتبرع وعلشان نساعد ونروح مع الجمعيات الاهليه وهكذا. ففكره التنشئه على اهميه خدمه المجتمع والمساهمه فكره مهمه، فكره ان الدوله تشجع وتحمي وتقدر المجتمع المدني فكره مهمه، وانا عارفه ان مصر اعلنت 2022 عاما للمجتمع المدني، فده بيدي رساله. يعني الحقيقه هو ده كان سؤالي، يعني مع هذا الاعلان، وده اعلان جيد جدا، كيف نصل بهذه الفكره لعموم الناس؟ حضرتك هتستغربي لما تشوفي قد ايه يعني في انشطه مجتمعيه بتتم في كل مكان في مصر، بعضها معروف والاعلام بيلقي الضوء عليه، وبعضها الاعلام ما يعرفش عنه حاجه. ولكن في هذا البلد، وانا بقول لحضرتك عن خبره انا لمست بنفسي، حجم من التبرعات وحجم من المسانده وحجم من التكاتف المجتمعي لا يستهان به في مجالات كثيره جدا. وفي ناس كتير قوي بشكل حتى غير رسمي بيجمعوا دايما فلوس من بعض ويساعدوا المحتاج هنا ويساعدوا المحتاج هنا، وده مرتبط ايضا بمعتقداتنا الدينيه. طيب هسأل حضرتك برضو في شيء يعني يخص عموم الناس، وهو فكرة حقوق الإنسان. يعني أحيانا تفهم غلط وأحيانا تكون ضد المجتمع، لكن هي في النهاية مبدأ جميل ويجب أن يكون موجودا وسائدا. يعني حقوق الإنسان في الخارج وحقوق الإنسان في مصر، كيف ترين ذلك؟ يعني منظومة حقوق الإنسان هي مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. الدول في مراحل نموها بتختلف الحقيقة في تناولها وتعاطيها مع هذه القضايا. يعني هقول لحضرتك حاجة، بالتأكيد كل الدول لازم تسعى لتحقيق يعني فعلا ما جاء في كل الاتفاقيات الدولية من حماية حقوق الإنسان، ولكن زي ما قلت حضرتك بتختلف على حسب الدولة في أي مرحلة من تطورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. هناك أساسيات صعب جدا ان مثلا دول فيها عنف او فيها عدم استقرار او فيها ارهاب او فيها ارهاب او فيها حروب ونزاعات داخليه هتلاقي ان فيها كثير من الاعتداءات على حقوق الانسان. الدول الاكثر استقرارا والدول اللي فيها وعي، درجات وعي مجتمعي اعلى، هتلاقي فيها ايضا يعني اهتمام اكثر واعلى، وبالتالي هي بتختلف من دوله لدوله ومنطقه لمنطقه، ولكن يعني بالتأكيد مبدأ حقوق الإنسان هو مبدأ كلنا لازم نعمل ليه. وبرضو مصر عملت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وهذه الاستراتيجية أعلنت وتم تبنيها، وده مهم جدا برضو إنه الدستور والقوانين وأن يكون في استراتيجية وطنية ويكون في خطة عمل ويتم مراقبة هذه الخطة، وأنه هذه الخطة يشترك فيها كل مؤسسات ومكونات الدولة، وهذه الخطوات هي خطوات في الاتجاه الصحيح.